ونشاهد هذه الصور لنشر بطاريات باتريوت في بولندا. طبعا هذه البطاريات هي أمريكية الصنع. كان هناك جدل حول نشرها أو إرسالها إلى بولندا، ولكننا نراها الآن في صور لهذه البطاريات، بطاريات باتريوت في أمريكية في بولندا، والتي هي يجمع المحللين بأنه فيها رسائل سياسية وعسكرية لروسيا. طبعا نحن في هذه التغطية لليوم 15 على التوالي لهذه العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتي نتج عنها فرض كم هائل من العقوبات المتصاعدة من قبل الغرب، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول الأوروبية واليابان وغيرها.